صباح الخير، أنا المعلمة نادين يوسف من مدرسة الشهيد إبراهيم نعمة، سأقدم درس في مادة العلوم بعنوان أجزاء النبات. صباح الخير يا أبطال. صباح النور. لنتعرف بأسمائكم. تفضل. حنان حلي. تفضل. يا دراجة. يا شاهين. تفضل. دريا. مايس عيسى. دير أحجار. أهلا وسهلا بكم. من يعدد لي الكائنات الحية؟ تفضلي. إنسان، نبات، حيوان. أحسنتي. تفضل. إنسان، حيوان، نبات. رائعة. تفضل يا يزن. معلمتي، لدي مشكلة. ما هي المشكلة يا يزن؟ ذهب صديقي ماجد إلى معرض الزهور وشاهد الزهور والنباتات، ولكن لم يعلم أقسام النبات، ولا أنا لم أستطع مساعدته. ما هو الحل؟ تعالوا لنساعد صديقنا ماجد. لننظر إلى المقطع. أيام الصيفي، هبت نسمة هواء فاهتزت شجرة المشمش وسقطت إحدى ثمارها على الأرض. خرجت منها بذرة واختبأت تحت التراب. ولما جاء فصل الشتاء وسقط المطر، خرج منها جذع متجه إلى الأسفل وساق متجهة إلى الأعلى. وبعد سنين ومع قدوم فصل الربيع، نبت على الساق أوراق وأزهار. ثم أصبحت الأزهار ثمار مشمش. أجزاء النبات: البذرة، الجذور، الساق، الأوراق، الأزهار. والآن بعد أن شاهدنا هذا المقطع، من يستنتج لي أجزاء النبات؟ تفضلي يا حنان. جذر، ساق، أوراق. أحسنتي. جذر، ساق، أوراق. رائعة. جذر، ساق، أوراق. رائعة. جذر، ساق، أوراق. رائع يا يزن. جذر، ساق، أوراق. رائع. جذر، ساق، أوراق. تعالوا لنشاهد معا الصورة. انظر إلى الصورة. ماذا تمثل هذه الصورة؟ نعم حنان، ما هذا النبات يا حنان؟ ما هذا النبات يا حنان؟ زهرة. زهرة. ورد جوري. ما هو يا حنند؟ ورد جوري. من يعدد لي أجزاء النبات الورد الجوري؟ تفضلي ميس. جذر، ساق، أوراق. جذر، ساق، أوراق. زهرة. زهرة. أحسنتي. والآن لننظر إلى نبات الرمان. من يعدد لي أجزاء نبات الرمان؟ تفضل يا زهر. جذر، ساق، أوراق، ثمر، وأيضا أو ورود. أزهار. أحسن. دينا أعيدي. جذر، ساق، أوراق، وثمار، أزهار. أحسنتي. ماذا أستنتج بعد رؤيتي للورد الجوري ونبات الرمان؟ نباتات لها أزهار و... تفضل يا زان. بعض النباتات لها أزهار وبعض النباتات لها أزهار ونبات.
وثمار. أحسنت، رائع. تفضلي حنان. بعض النباتات، بعض النباتات لها أزهار وبعض النباتات لها أزهار وثمار. رائعة. أيضا دينا، بعض النباتات، بعض النباتات لها أزهار وبعض النباتات لها أزهار وثمار. شكرا لكم، رائعين. ولكن ما الفائدة من النبات؟ لماذا أدرس النبات؟ هني تفضلي. إلى الطعام. أحسنتي، تفيدني في الطعام. أيضا يزن، والتغذية. رائع، والتغذية. إذن النباتات تفيدني في التغذية. ترى هل جميع أقسام النباتات تؤكل؟ هل يمكن أن أأكل شجرة بكاملها؟ خطأ. تعالوا لنرى أي من أجزاء النباتات أستطيع أن أأكل. ما هذا النبات؟ ما اسم هذا النبات؟ تفضلي ميس. الفجل. أي جزء من النبات أأكل؟ أي جزء من النبات أأكل؟ الجزر. الجزر، رائعة. لننظر إلى الصورة الثانية. ما اسم هذا النبات؟ نعم حنان. الخس. الخس، رائع. ما الجزء الذي أكله من الخس؟ جود. الورق. الورق، نعم. الورق. أحسنت. الورق. الساق. أحسنت، أستطيع أن أأكل بنبات الخس الورق. الورق والساق. أحسنت، رائعة. ما اسم هذا النبات يا ميس؟ كرافس. ما اسم هذا النبات يا يزن؟ كرافس. ما اسم هذا النبات يا حنان؟ كرافس. أي جزء من هذا النبات أكل؟ تفضلي يا ميس. تفضلي يا جود. الساق. رائع، الساق. الآن لننظر إلى الصورة هنا. ما اسم هذا النبات؟ تفضلي دينا. زهرة. زهرة، اسمها بالفصحى قرنبيط. ما اسمها؟ قرنبيط. هند، ما اسم هذا النبات؟ قرنبيط. جود، ما اسم هذا النبات؟ قرنبيط. أحسنت، رائع. ميس، ما اسم هذا النبات؟ قرنبيط. أي جزء من هذا النبات أكل؟ نعم يا زهرة. الزهرة. الزهرة، أحسنت، رائع. إذن الزهرة. تعرفنا على النباتات التي تؤكل أجزاؤها. الجزر، أي جزء من الجزر يؤكل يا هند؟ الجزر. الجزر، رائعة. الخس، أي جزء يؤكل منه يا ميس؟ الورقة والساق. أحسنتي. نصحح، الورقة والساق. جود، أي قسم من النبات يأكل في نبات الخس؟ الورق والساق. أحسنت. يزن، أي جزء من نبات القرنبيط يأكل؟ الزهرة. الزهرة، أحسنتم. الآن لننتقل إلى، قبل أن أنتقل إلى المجموعات، انظر إلى هذا النبات. هذا نبات طبيعي. من يعرفني بأجزاء النبات طبيعي؟ من؟ تفضلي ميس. جزر، ساق، أوراق. عرفيني. جزر، ساق، أوراق. لم أرى الجزر، هل رأيتم الجزر؟ لا. لماذا لم أرى الجزر؟ لأنه تحت التربة. أحسنتي يا دينا، لأنه تحت تراب. هنا أيضا من يعرفني بأجزاء النبات هنا؟ تفضل يا يزن. جزر، ساق، أوراق، زهرة. زهرة، أحسنت. إذن هذا النبات له زهرة. ما هذا النبات له زهرة؟
شكرا لكم. والآن إلى مجموعاتكم. لا تعال. سوف نحل عن أجزاء النبات. تفضلي. يلا. تفضل. تفضلوا. في هذا التلوين. معلش. سأعطي ألوان وقلم رصاص. تفضلوا. لنبدأ الحل. واحد، اثنين. في نبات التفاح. سينتهي الوقت. أحسنتم الإنجاز. رائعين. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. أحسنتم الإنجاز. رائعين. والآن سوف تقرأ المجموعة الأولى الأسئلة وإجاباتها. أنا سوف أقرأ السؤال والجواب سيكون من المجموعة جميعها. الآن يقع جزر نبات الفول تحت التربة. المجموعة الأولى بماذا أجبتي؟ غلط. غلط. أحسنتي. أوراق النباتات لها شكل نفسه. خطأ. غلط. شكرا للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية، بعض النباتات تؤكل جذورها. تفضلي دينا. نعم. صح. أحسنتي. الآن المجموعة الثالثة، ما هو جزء من النبات الذي يؤكل في شجرة التفاح؟ التفاح. التفاح، ثمرة التفاح. أحسنت. هند،
ما هو الجزء من النبات الذي يؤكل في قصب السكر؟ الساق. الساق، رائع. جود، ما هو الجزء الذي يؤكل في نبات الجزر؟ الجزر. الجزر، أحسن. حنان، ما هو الجزء الذي يؤكل من نبات الملفوف؟ الأوراق. الأوراق، رائعين. والآن انتهى درسنا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.